الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحاديث فضل المشي إلى المساجد هل هي خاصة بالمشي المعروف أم يدخل فيها من ذهب للمسجد راكبا سيارته أو على دابته؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: لقد بيّن الأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتم بيان، وذلك كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فهذا دليل على أن الأجر مخصوص بمن يأتي إلى المسجد ماشيا حتى يتحقق فيه أنه يضع خطوة ويرفع أخرى. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون مشيهم إلى المساجد حتى وإن كانت بعيدة مع وجود الدواب عندهم، فلا يركبون الدواب لعلمهم بأن هذا الأجر مخصوص به من جاء إلى المسجد ماشيا. فإن قلت: ومن جاء إلى المسجد راكبا فلا أجر له؟ الجواب: لا أعني هذا، بل له مطلق الأجر العام لكن من غير تحديد. فأجر المجيء للمسجد أجر ثابت، ولكن أقصد هذا الأجر المخصوص، وهو أن في كل خطوة حسنة وفي رفعها رفع سيئة، هذا الأجر المخصوص يخص به من جاء إلى المسجد ماشيا، وهذا يذكره العلماء في الترغيب في المشي للمساجد. ولكن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين للمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح، فهذا وأمثاله يدخل فيه من جاء إلى المسجد ماشيا ومن جاء إلى المسجد راكبا لعموم الدليل. لكن قوله لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هذا الأجر الخاص لا يكون إلا في حق من جاء إلى المسجد ماشيا، والله أعلم.